اتفضل. انا قلت التصريح كان سيد يرد عليه. وجد السيد مستني الحاجات دي من زمان. لا انا بتكلم على التصريح اللي قاله الحاج عامر ان الاتحاد الافريقي بياخد قرارات عشوائيه. بس هو الاتحاد الافريقي فعلا بياخد قرارات عشوائيه؟ سيبك حتى من الموقف انه التبكير او تقديم ماتش الزمالك يوم، ما برضه الاهلي تقدم يوم، الاهلي كان السبت فجاه بقى الجمعه. تمام. ماتش بيبقى ساعات الساعه 9 ويعلن، المفروض بقى الساعه 6. انا في ماتشات ما بتبقاش عارف 6 صح؟ يعني ماتش يبقى مثلا المنتخب عنده توقف، المنتخبات عندها توقف دوري، تبص تلاقي عندك ماتش في النادي في افريقيا بعد يومين ثلاثه. انا معاك في ده كله. بس ايه التعليق بقى؟ هو انا معاك في ده كله. احنا عندنا كمان كده. احنا عندنا احنا اللي مأسسين الحاجات ديت العشوائيه، القرارات ديت اللي بتطلع في يوم وليله. النهارده الماتش بعد 48 ساعه لا اتاجل، طب هيتنقل برج العرب، طب هيتلعب في القاهره، طب هيبقى بجمهور، طب هيبقى من غير جمهور. ما احنا اللي بنحدد احنا اللي اخترعنا الحاجات ديت في افريقيا مش الاتحاد الافريقي. يعني لو هندور على نفسنا نشوف احنا نفسنا احنا واقفين فين وبعد كده ننتقد يعني صناعه اتحاد الكره المصري. ميدن طبعا ميدن فوتبول فيدريشن ميدن اليكس. كابتن سيد عايز تعلق على الموضوع ده؟ لا انا اقول لك تصريح انيل من ده اللي قاله لك الحاج عامر في بدايه. اسوأ بلاش انيل دي، لا اسوأ كلفظ يعني. ماشي. اللي قاله لك الحاج عامر في بدايه الموسم، انت فاكر معاك في مداخله قال لك انا الحاج عامر بيخش معاك كتير. لا قال لك انا هسهر، هرجع اسكندريه اسهر يومين ثلاثه على الجدول واخلصه. انا ده بمناسبه ايه؟ الاتحاد السعودي كان في خبر نازل من يومين بجد عايز ياجل ماتش ضمك. لا 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 الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي اتحاد الكوره نفسه هيعلن جدول ثلاث سنين جايه. الفتره الجايه. فانت فاهم يعني احنا واصلين لايه والناس واصله لايه؟ يعني ثلاث سنين للدوري السعودي مسابقات يعني؟ جايه. والدوري السعودي ما طبيعي ان انت بتنسق مع مين؟ يعني انت كاتحاد كره مصري او ما الاتحاد الافريقي، لان انت ده اللي ليك علاقه بيه، فانت الطبيعي ان في اصلا علاقه موجوده. بس يعني هل الاتحاد اسس اتحاد افريقيا؟ برضه في التنسيق ده المفروض انت كمان ليك اليد العليا هنا، يعني علاقتك تبقى قويه بكل المسؤولين في الاتحاد الافريقي من زمان مش من دلوقتي. طب انا اسالك سؤال لوجيك، خلاص احنا عرفنا ان احنا مصدرين العشوائيه. تمام ماشي. يعني مثلا السوبر الافريقي لما جيت لعب بين الاهلي واتحاد العاصمه، تعرف احنا عرفنا الماتش امتى؟ معاده. فاكر لما اتقال اول 8 هو اتاجل مرتين، اتاجل مرتين اول 9 لا نص 9. ما هو دي حاجات برضو انت بتبقى بتتفاجئ بيها. طب انت تعرف ماتش الاهلي وشباب بلوزداد امتى التاني؟ اذا الاهلي كسب هيبقى في بعد كده، اذا الاهلي كمل في كاس العالم للانديه في حاجه اسمها اذا. بس دي قول ليها مثلا ليها حاله خاصه، ليها حاله خاصه مثلا. لكن هو في فعلا قرارات كتيره اصلا يعني اتخذت. يعني انا اقصد انت عشان تبني زي السعوديه ثلاث سنين. لا خلاص احنا سيبك من حته العشوائيه. ما انت برضه لازم الاتحاد القاري يكون بيديك اجنده صح ولا غلط واضحه. حتى الاتحاد الدولي مع افريقيا بتعامل غير اسيا. ما تاخدش برضه السبب الرئيسي ان افريقيا هي اللي انت حتى وبطولات افريقيا معلنه، انت بالنسبه لك انت المشكله فيك. احنا بقالنا كام مره، انا بقالي سنه ونص معاك مثلا، كل مره نقول ايه؟ المفروض الدوري يتغير شكله عشان تبدا بشكل جديد بدري. وتبدا سنه كويسه من دوري كورونا، سنه استثنائيه صح. من دوري في سنه كورونا. استثنائيه احنا مستنيينها دي، دي ان شاء الله في الاخره يعني مش موجوده يعني. بقالنا قد ايه مستنيين السنه الاستثنائيه دي؟ من وانت بتلعب انت عارف ليه؟ وانا صغير. انت عارف ليه؟ بتكلم بجد والله، عشان سيبك من مصلحه الكوره اللي بتتقال وحد يقول لك مصلحه الكوره وانا بعمل لمصلحه الكوره. لا كله لمصلحه نفسه، الشو بتاع كل واحد موجود. انما مصلحه الكوره ولا حد يا باشا. ومصلحه الكره هي سنه استثنائيه للانديه ولازم الانديه تقبل واتحاد الكره يبقى صاحب قرار. انما ولا يا باشا انا خليني انا مش هواجه حد، انا مش هدخل الخناقه، انا ماليش دعوه بالخناقه، انا خليني كده جنب الحيط، خليني ورا الستاره. انما ادخل الخناقه يعني. طبعا ادخل الخناقه عشان نادي مصلحه يزوم عليا، نادي يزوم عليا. انما ادخل الخناقه عشان مصلحه الكره ولا حد هيدخلها. انما خليني مستخبي كده وانا متداري، انا كل تمام، انا في التمام. انما هات لي حاجه مثلا بتحصل عشان مصلحه الكوره، قول لي نقطه واحده. انت راجل مهم جدا وراجل صحفي مهم ومقدم برامج مهم، قول لي حاجه حصلت. لا حاجه استثنائيه، لا العادي اللي بيحصل. إيه اللي هو لو إيه انا إيه موجود إيه انت إيه موجود اللي مصلحه الكوره حد إيه اللي مصلحه الكوره. بقول لك ما فيش حاجه استثنائيه بتتعمل للتطوير.
أيوة كله عادي بيطور من حاجه وكله كله بيجي يمشي يا باشا احنا ماشيين في طابور كل واحد بيجي بيمشي اموره ما بيبصش مستقبل ولا يعني من 7 سنين زي من 10 سنين زي لا من هو بص هو من مثلا 12 13 سنه الدوري كان منتظم وكان من 2010 صحيح. مثلا لحد 2010 2011 الدوري كان عالمي ومنتظم وبتلعب يعني. في ايوه بتلعب في مواعيدك وبيتحط من اول يوم لاخر يوم تخلص الدوري في شهر 5 وتنافس كبير جدا ومعظم فرق الدوري كويسه جدا انما انت عملت كده وعمال بقى مكمل مفيش حد بيجي يقول ايه وقف هنا طب نبدا حاجه كويسه كل حد يطلع يقول لك ايه اصل والله الانديه رفضت وحضرتك مسؤول ليه؟ انا شايف يعني حضرتك مسؤول ليه؟ عشان تاخد قرار وعشان تواجه مش عشان لا انا ماليش دعوه واذا كان قرارك في صالح الكره واجه النادي المعترض طبعا وانت لو طلعت قلت لمصلحه الكره المصريه وحد يقدر يتكلم حتى لو اتكلم انت راجل بتعمل الصح اعمل الصح انما انت لو قلقان من حاجه خلاص ما تبقاش موجود احسن حقبه في تاريخ الكره المصريه من 2000 ل 2010 ومنتخبات ناشئين ومنتخب اول من 2000 ل 2010 بدأت باللواء حرب الدهشوري ثم الكابتن سمير من 2000 ل 2010 احسن حقبه في تاريخ الكره المصريه ال 10 سنين دول كان لواء حرب والكابتن سمير زاهي المسابقات منتظمه من اول يوم لاخر يوم بتلعب الدوري في شهر 8 برامج المنتخبات كلها بتخلص في شهر 5 وسلام عليكم بتاخد الراحه بتاعتك السنه اللعيب بيجي يخش الموسم اللي بعده فريش في منتخب هيلعب ما فيش منتخب هيريح كل حاجه متظبطه بعد كده الامور بقى راحت في اتجاهات تاني خالص مشاكل كبيره عشوائيه كبيره جدا كل حاجه دلوقتي انت بقى متحدد لك من الاتحاد زي مثلا ايه دوري ابطال اوروبا الاتحاد الافريقي محدد حتى لو هو عنده برضه قرارات عشوائيه بس هو محدد لك دلوقتي بتلعب افريقيا سبت حد سبت حد الكونفدراليه مثلا سبت حد حاطط يومين اهو بتلعب فيهم ما تحط ماتشاتك انت او حط الجدول بتاع الدوري على الاساس ده يعني بيديك 3 ايام اختيار او يومين انت حط ظبط الدنيا يعني دلوقتي في اسبانيا برشلونه بيلعب مثلا 3 ريال مدريد بيلعب 4 بيبقى عاكسين الايام يجي الاسبوع اللي بعده يلعب دوري ده يلعب السبت وده يلعب الحد الاسبوع اللي بعده هتلاقيه بيقلبه وده يريح يوم زياده عن وهم يعني بيمشوا ده وفق الجداول بتاعته ايوه هو الجداول خلاص فهو الجدول بيبقى جاي لك ما انت تظبط حالك مع الاتحاد الافريقي او انت تعرف جدول الاتحاد الافريقي قول له المواعيد اللي جايه السنه الجايه عشان اعمل الجدول بتاعي لو انت عايز تطور اصلا ولا عايز تعمل حاجه فده المفروض الطبيعي يبقى في العالم كله وهو مش طبيعي ان اصلا احنا فعلا اس العشوائيه